اهلا بيكم ازيكم يا شباب، ربطكم صح وخير. في الفيديو ده هنتكلم عن مميزات واجهة سامسونج ان 1 يو اي 6، المميزات المخفية والمميزات الجديدة داخل الواجهة. خليك من بعد الفيديو ده تقدر تستخدم ميزة او اتنين داخل الواجهة بشكل سهل جدا. فقبل ما ابدا في الفيديو ما تنساش انك تدعم الفيديو ده باللايك المتين واشتراك بالقناة عشان نوصل 100,000 مشترك، ويلا بينا على الفيديو. اول ميزه، اول ما تحدث الجهاز بشكل رسمي هتنزل شريط الاشعارات، هتلاقي ان شريط الاشعارات معاك متغير وبيديك كده احساس ان شريط الاشعارات بالفعل واخد لوك مختلف عن شريط الاشعارات بتاع التحديث اللي فات. الميزه الثانيه اللي معانا هي ازاي تقدر تاخد اي صوره من داخل اي فيديو. لا يا صديقي، مش هعمل سكرين شوت ولا الكلام ده، انا بامكاني اخد اي صوره من داخل اي فيديو بشكل احترافي. ازاي الكلام ده؟ دلوقتي فيديو شغال زي كده، عايز صوره وعايز مثلا اتادوري اخده بالشكل ده، فهدوس بشكل مطول على الشخصيه اللي انا عايزها، وبالشكل ده قادر ان انا اخد الشكل محفوظ او منسوخ، او اعمل له مشاركه على الواتس بشكل سريع جدا. بامكانك تعمل له مشاركه او تعمل له حفظ. الميزه الثالثه اللي معانا ازاي تقدر تغير في ترتيب الايقونات بتاعه الاعدادات، وتخلي الايقونات المهمه من فوق وتخلي الايقونات الغير مهمه من فوق، وتقدر ازاي تغير الاسم وتخفي الجيميل من داخل التطبيق. هنحتاج تطبيق اسمه ريجستار بالشكل ده، هنفتحه وبعد كده بندخل على الاعدادات المهمه. اول خيار معانا كاستمايز يور سيتنج هوم، وبعد كده تختار هنا المنيو وتقدر تعدل في الكاستمايز او السيتنج بتاعتك. طيب دلوقتي انت لو عايز اصلا تخفي ده كله او تخفي مثلا الاعدادات الغير مهمه، بامكانك تشيل علامه الصح، ولكن انا اعتقد ان انا احط الاعدادات المهمه بتاعتي، زي مثلا ان انا بحب مثلا الشاشه تكون تحت الواي فاي عشان بغير في الخطوط على طول، مثلا بحب الخلفيات تحت الشاشه، تمام، وده الوضع الاساسي. الصوت مثلا بخليه من بعد الخلفيات بالشكل ده، وبعد كده بخلي هنا الشاشة الرئيسية تحت السمات، وبخلي هنا خيار المطور عشان بحتاجه بشكل على طول، يعني خيار المطور بدخل عليه، فبدل ما انزل من فوق بخليه هنا مثلا، وبعد كده بدوس هنا حفظ، وبعد كده بتختار هنا هايد يور ايميل ادرس. ندخل كده على الاعدادات، بنلاقي الاعدادات بتاعتنا اتطبقت بشكل سهل جدا. اصبحت الاتصالات اول حاجة، الشاشة، الخلفية، النمط، الاصوات، الاهتزازات، وبعد كده خيار المطور بدل ما كان تحت اصبح فوق شوية، والحاجات الغير مهمة زي مثلا دليل المستخدم والدعم عن بعد، حاجات صراحة انا مش محتاجها داخل اعدادات. ميزة رابعة اللي معانا، وهي ازاي نعمل خبطتين على الشاشة تعمل سكرين شوت بالشكل ده، ولو خبطنا 3 خبطات ينزل شريط الاشعارات بالشكل ده. ده طبعا عن طريق برضو تطبيق الريجستار بالشكل ده. هتفتح معايا التطبيق وبعد كده بتدخل معايا على السيتنج، اول ما يفتح على طول هندوس هنا على الباك تاب اكشن، وبعد كده بنفتح معانا خيار قيد التشغيل، وبعد كده بندوس هنا دبل تاب وبنختار الامر اللي احنا عايزينه. اذا كان سكرين شوت او اذا كان اي تطبيق مثلا تختاره، مثلا حابين مثلا نفتح من خبطتين يفتح معانا مثلا الاله الحاسبه، عايز الاله الحاسبه وانت ماسك التليفون بشكل عادي جدا، خبطتين تفتح معاك الاله الحاسبه بدون اي سحر ولا اي حاجه. وخامس ميزه معانا، وهو خيار جديد داخل الاعدادات في الواجهه الجديده. لو فتحنا الاعدادات ودخلنا على السيتنج وبعد كده دخلنا على الاوتو بلوك، الخيار ده لو فتحته حرفيا هو هيأمن جهازك فوق ال 120% من التأمين الاساسي اللي بيجي اصلا بالاندرويد. طبعا الخيار ده بيمنع اي تثبيت تطبيقات خارجية، بيمنع اي حاجة اذا كانت تطبيقات مشكوك فيها، حتى لو وافقت انك تثبت التطبيق هيمنع منعا بتاتا ان التطبيق ده يتثبت. الميزة الستة اللي معانا، وهو تغيير كامل على شكل شريط الاشعارات الخاص بالميوزك. دلوقتي لما تيجي تنزل شريط الاشعارات وتشوف شكل الميوزك، هتلاقي ان في انيميشن جديد اتضاف وانت منزل شريط الاشعارات. الميزه السابعه اللي معانا، وهي ازاي نقدر نغير شكل مناخ الصوره اللي احنا مصورينها. طبعا الميزه دي على ما اعتقد ان هي بتشتغل على الصوره لما تكون في وضع النهار. انت بتقلب الصوره بالشكل ده هتلاقي ان في مؤقت زمني بسيط جدا محطوط من تحت، لو دوست هنا بالشكل ده هيحاول بقدر الامكان ان هو يكشف الاماكن ويعرف ان الصوره دي بالنهار، وبعد كده هيعمل عليها التاثير. هنشوف كده التأثير معاكم هيكون عامل ازاي. زي ما انت شايف التأثير ده هو ذكاء اصطناعي خاص بالاستوديو، يعني زي ما انت شايف التأثير ده بيعمله لك على شكل فيديو. وصراحة التأثير يعني على بعض الصور ممكن تشتغل، او على بعض الصور ممكن شوية تبوظ منه الصورة، ولكن انا عجباني الصورة بنسبة 50%،
تأثير لسه برضو في وضع البيتا. تغيير العاشر اللي معانا هو تغيير في شكل الكيبورد الخاصة بسامسونج، بالذات في شكل الايموجي، وإضافوا كمية ايموجات جديدة داخل الكيبورد. الميزة الحداشر اللي معانا وهي ازاي نقدر ننقل اي تطبيق بتحديدة واحدة. يعني ايه؟ يعني دلوقتي بامكاني احدد اي تطبيق انا عايزه بالشكل ده، يعني تطبيقات انا مثلا عايز انقلها في الوضعية دي، فانا اختار مثلا تطبيق، مثلا التطبيقات دي عايز احطها مثلا في الواجهه. فزي ما انتم شايفين بامكاني انقل التطبيقات بالشكل ده وارميهم في اي واجهه او في اي صفحه من السكرين، وارميهم بالشكل ده وبينزلوا معايا بدل التحديث الاولاني كنت بضطر ان انا انقل تطبيق تطبيق، ولكن التحديث ده غير في الموضوع ده وسهل عليك النقل. تغيير 12 معانا هو التغيير الاخير، وهو تغيير في شكل الساعه. اغلب الناس طبعا في اليوتيوب كانت بتذكره اول واحد، ولكن هو ملوش اي لازمه الصراحه، لان انا كنت بغيره في التحديث اللي فات عن طريق اللوك ستار، ولكن هنا زي ما انتم شايفين اقدر احرك في الساعه، اقدر اكبرها، اقدر اصغرها بالشكل ده يعني، واقدر كمان اعمل كاستمايز لشكل الساعه. وكده يا شباب نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش انك تدعم الفيديو ده باللايك المتين، واشترك بالقناه عشان نوصل 100,000 مشترك، واشوفكم فيديو جديد. ازيكم يا شباب، ورا بتكون صحه وخير، واخيرا موعد تحديث اندرويد 14 مع الواجهه الجديده الوان يو اي 6 لجميع اجهزه سامسونج. الفيديو ده هنقول كل اسماء التليفونات اللي هتدعم تحديث اندرويد 14 بكل التليفونات الرسميه والتليفونات الغير رسميه. هقول لك على تليفون من كل سلسله، وهقول لك التحديث ده هيوصل لك امتى، وكمان موعد الاصدار او الانطلاق بتاع التحديث، وهيخلص لحد شهر امتى. فقبل ما نبدا في الفيديو ما تنساش انك تدعم الفيديو ده باللايك المتين، واشترك بالقناه وتفعيل زر الجرس عشان نوصل 100,000 مشترك، ويلا بينا. اول حاجه، موعد اطلاق التحديث اصلا اختلف من كذا موقع. في موقع بيقول لك ان هو هينزل في اخر شهر 10، وفي موقع بيقول لك لا هو هينزل خلاص يوم الثلاث او الاربع اللي جاي. لكن انا من منظوري الشخصي، وزي ما متعود ان التحديثات توصلني كدوله عربيه مش دوله اوروبيه، لان الدول العربيه دايما بيوصل لها التحديث بشكل متاخر. فاذا كان جهازك فلاج شيب اصلا فهيوصل لك التحديث في شهر 12. وطبعا اكثر دوله عربيه بيوصل لها تحديثات بشكل سريع جدا هي دوله الامارات، وبعد كده يليها السعوديه، وبعد كده يليها بقيه الدول. ايه اقصى مده التحديث ممكن تقلق ان هو لسه ما وصلكش؟ وده طبعا سؤال بيتكرر عندي في الكومنت. انا جهازي اسمه كذا والتحديث لسه ما وصلش. طبعا انت لو اندرويد 13 ومستني اندرويد 14 وجهازك يدعم، فانت اقصى مده ممكن تستناها هي شهر 6 في 2024. ننتقل بقى على الهواتف الرسميه اللي هيوصل لها التحديث بشكل رسمي، و100% هيوصل لها لازم التحديث، ولكن في بعض الهواتف احتمال تضاف واحتمال مش هتضاف خالص. فاحنا دلوقتي هنركز على التليفونات اللي هتضاف. اول سلسله معانا وهي سلسله الاس 21 لحد اس 23 هتدعم التحديث اندرويد 14 بشكل كامل. حتى الاس 21 اف اي هيدعم التحديث بشكل رسمي حتى اندرويد 14، وبيكون ليه اخر تحديث هو تحديث اندرويد 14 من ناحيه سلسله الاس 21 اف اي او سلسله الاس 21. ننتقل بقى على سلسله الزي فليب والزي فولد. من اول زي فولد والزي فليب 3 لحد 5 هيدعموا اندرويد 14 بشكل رسمي بجميع الاصدارات. ننتقل بقى على سلسله الفئه الاي، وهي السلسله اللي الناس كلها حرفيا بتستخدمها، يعني عايز اقول لك 60 او 70% من اليوزرز هم بيستخدموا سلسله الاي، لانها فئه متوسطه او تحت المتوسطه بشويه، في منها اللي تحت المتوسطه، وفي منها المتوسطه، وفي منها اللي هي تحت فلاج شيب بشويه، ولكن اللي تحت فلاج شيب بشويه مش بيكون يعني فئه متوسطه كويسه. ولكن هقول لك بقى على الهواتف اللي هتدعم